متى ما يعطى لنا مثلا هاي الفروقات احنا ننفذها. وهم تنفيذها مو كيفنا الماليه مع الاداره الماليه عندنا وينفذون حقوق تجي حقوق شخصيه لكل واحد، هذا يتحق كذا هذا يتحق كذا، اذا اقرها البرلمان وقرت الحكومه. لكن انا ما اعتقد انه كلام عن سنين طويله راح تقدر الحكومه وميزانيتها مثلا توفي هذا الموضوع، ما اعرف يعني. احنا ندعو الى ذلك لانصاف اخواننا الموجودين بالحشد، لكن هذا يخضع للجنه الماليه للبرلمان تصويته.